عليكم متتبعي ومتتبعات قناة أخبار الفجر المغربية. اليوم كنتواجدوا في قاعة دون بوسكو بمدينة القنيطرة لأجل حضور دورة تكوينية في الأيكيدو واليايدو وامتحان شياز درجة في الأيكيدو المنظم من طرف الجامع الملكي للأيكيدو واليايدو. والآن خليكم مع هذه الصور. Je suis heureux d'accueillir au sein de Don Bosco cette manifestation sportive qui réunit, et j'apprécie beaucoup, à la fois des grands mais aussi des petits. Ça veut dire que non seulement ce sport permet aux adultes de progresser mais aussi aux jeunes. Et tout à l'heure l'on me disait que s'il était très important de la discipline dans ce sport, éducation personnelle, éducation sportive, je me réjouis que tout cela contribue au développement à la fois des adultes et à la fois des jeunes. الحمد لله التخفيفات جعلت الرياضة تعاود تنتعش، وبالمجهود ديال المكتب المديري الجامعة والأطر الوطنية والإدارة التقنية باش نعاود نحييو هذه الرياضة ونشجعها في المغرب وتعاود الأنشطة ترجع إن شاء الله. حنا بدينا تدريب، بدينا واحد في الدار البيضاء دازت هو ناجح الحمد لله، واحد في فاس ودابا حاليا في مدينة قنيطرة اللي عرف واحد المشاركة ديال عدد كبير من الجمعيات على الصعيد الوطني وعدد كبير من الممارسين اللي جاوا محتفلين بهذا الحدث واللي كان فيه تكوين تقني بيداغوجي اللي استفدت منه شريحة كبيرة من هذه الرياضة. وتنشكركم كصحافة إعلامية لنشر تشجيع الرياضة والمساهمة في هذا القطاع، لأنه الإعلام قطاع جد مهم باش يساعد جميع الأنشطة الرياضية والثقافية باش تنتشر وباش تكون واحد القاعدة وشريحة كبيرة في المجتمع. والشكر. كنبغي نشكر الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأيكيدو الذي يترأسها أستاذ عبد الحميد، وكذلك أشكر العصبة في قنيطرة التي يترأسها أستاذ طارق والأستاذ مريم، وكذلك كنشكر الجامعة ديالنا جامعة أستاذ المنصوري في بوزنيقة وأشكره كثيرا على مجهوداته، وأشكر أستاذ حمزة الذي يساندني كذلك، وأشكر والدي الذي يساندني وكيدعمني دعم مادي ومعنوي،
وكنشكروا بزاف. كان انا فرحانه اليوم انني في هذا التدريب هذا، وكنتمنى للجامعه ديالنا الافضل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Ce que monsieur m'a expliqué de la libido, c'est excellent pour le développement de la personne. بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضة هي رياضة الهيدون بوندو أو ما يسمى بالمسايفة الكورية التقليدية. هذا فن كوري يعتمد بالأساس على السيف الكوري. رياضة اللي هي نسبيا حديثة في المغرب، على اعتبار أن البدايات ديالها كانت سنة 2013، ولكن رغم هذه المدة القصيرة إلا أننا يعني بفضل مجهودات شخصية استطعنا أننا نشاركوا في مجموعة من البطولات الأوروبية، واللي الحمد لله حرزنا فيها على ألقاب دولية في المدة القصيرة اللي مثلنا فيها الرياضة ومثلنا فيها الراية المغربية. سؤال جيد، لأنه ربما هذه هي الخصوصية ديال هذه الرياضة اللي ممكن يمارسها يعني الطفل اللي عندنا أصغر ممارس عبر العالم، اللي كان السن ديالو أعتقد 3 سنوات، يعني سن صغير جدا، إلى الممارس اللي عنده 60 سنة فما فوق، يعني ما كاينش حد ديال السن في الممارسة ديال الهيدون بوندو. رياضة اللي التنوع اللي فيها كيخلي أي ممارس كيفما كان سنه كيلقى فيها ذاته، فهذه هي بنتها هي الميزات اللي كتميز هذه الرياضه هذه. اكيد عندنا منتخب وطني واللي سبق ليه كما قلت لكم شارك في التظاهرات الدوليه، عبد ربي حاصل على الميداليه الذهبيه وبطل اوروبا واحد الصنف خلال سنه 2016 في المانيا، يعني في المانيا كانت دار ما يعرف بميولمبيا. ميولمبيا هي اولمبياد مصغره في هذه الرياضه، وكانت الميولمبياد الاوروبيه واللي حصلت فيها على ميداليه ذهبيه وبطل ديال اوروبا. والمنتخب موجود، كان عندنا خلال سنة 2019 كانت عندنا دعوة لحضور هاد الأولمبياد اللي كانت غتكون في مدينة لاهاي في هولندا، وللأسف بعد ما جات جائحة ديال كورونا فالمنتخب الوطني ما استطاعش أنه ينتقل، وبالتالي تم إلغاء هذيك التظاهرة. ولكن المنتخب الوطني الحمد لله موجود، احنا كنوجدوا فيه لأن جاية تظاهرات دولية. المهم في الرياضة هو أنه هناك تظاهرات دولية كثيرة، هناك تظاهرات وطنية، ضمن بطولتين وطنيتين، وإن شاء الله كنتظروا أنه بعد انتهاء الحجر وهذا راه غادي تكون البطولة إن شاء الله ثالثة. طبعا التدريب هذا تيدخل في البرنامج اللي دارته الجامعة الملكية المغربية بالتنسيق مع العصاب الجهوية اللي تابعة تحت لواء الجامعة الملكية المغربية، وفي ظل التخفيف اللي حاصل حاليا بسبب الجائحة اللي مست العالم بإسره بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة. طبعا نزلنا عند القواعد للممارسين ديالنا والجمعيات اللي منضمين تحت اللواء ديالنا، وحاولنا اننا ننشطوا نسبيا هذا البرنامج اللي انطلق فاس واليوم كاين في كنيطرة، ومن بعد ان شاء الله يكون واحد المحطات مقبلين ان شاء الله. والحمد لله اليوم كان واحد الاقبال يعني مكثف من الجمعيات اللي منضمين تحت اللواء الجامعه الملكيه، وعرف امتحان ومجهن احزمه في الايكيدو، وتوزيع شواهد ديال الناس اللي دوزوا في الامتحانات الفائته، يعني سواء في فاس سواء في العام الفائت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه. مدينه القنيطره اليوم كتحتضن اللقاء الثاني ديال الجامعه الملكيه الايكيدو واليدو بعد اللقاء ديال فاس. جاء الدور ديال عصبه الوسط الغربي للايكيدو واليدو بالمشاركه مع الجامعه الملكيه الايكيدو واليدو.
وبشراكة مع مدرسة دون بوسكو بالقنيطرة لتنظيم هذا اللقاء اللي احتضنته المدينة في هذا النهار المبارك. هذا اللقاء هذا كيدخل في إطار التكوينات اللي دأبت على تقديمها للجامعة بشراكة مع العصاب. واليوم يعني احنا فرحانين بزاف لكون ان هذا اللقاء لقى اقبال من طرف الممارسين ديال الايكيدو على الصعيد الوطني. إذ جاوا عندنا الناس من فاس، من مكناس، من جديده، من طنجه، وناس اللي كيبان بانهم بعد هذه الجائحه اللي كنحمدوا ربي ونشكروا ان البوادر ديال الرفع ديالها بدات كتبان، فالناس متعطشين للقاءات، الناس متعطشين لبعضياتها البعض، الناس راه محتاجه لهذه اللقاءات اللي كتخلي الاواصر ديال التواصل ما بين الممارسين سواء الكبار او الصغار، النساء والرجال، لان احنا مجتمع كنعيشوا على التواصل وعلى التبادل. والايكيدو من الاهداف اللي كترمي لها هي خلق هذا التواصل ما بين الممارسين ديالها. واليوم الحضور ديال مدينه القنيطره كياكد مره اخرى ان مدينه القنيطره فعلا هي اصبحت هي مركز الايكيدو على الصعيد الجهوي، وكنتمنوا انها ايضا تولي رائده من روائد ديال الممارسه ديال هذا الفن على الصعيد الوطني. كنشكر كل اللي ساهم في تنظيم هذا اللقاء، الجامعه الملكيه، العصبه ديال الوسط الغربي، مؤسسه ديال دون بوسكو، وكنشكر الاباء اللي جاوا مع وليداتهم، وكذلك الناس اللي جاوا حضروا معنا. وكنتمنوا ان مثل هذه اللقاءات تجدد مره اخرى، لان فيها الصالح ديال التربيه، خصوصا التربيه على المواطنه. وشكرا لكم. بعد هذه الصور الجميله الناس كنستفسوا باش نبدا عن رياضه الايكيدو اللي هي رياضه سلميه وجميله جدا، وكما كتعرفوا فالعقل السليم في الجسم السليم. الى هنا كنكون وصلنا لنهايه الريبورتاج. كانت معكم ماجده في الميكروفون وتصوير ايوب العسري.